أمرك تعبده وتستعين به وتتوكل عليه سبحانه وتعالى. مش يقوله في الصلاة امرك برا الصلاة يا عتر استعين به غير الله. وفي الصلاة قال لي يا الله أنا بعبدك براك وبستعين بك وحدك لا شريك لك. يا عتر استعين بغير الله سبحانه وتعالى. يا فلان الحقنا. تقول له فلان وين؟ يقول لك والله الزول لما مات رحمه الله مات أي قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وزول زي ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله قال فكر بعقلك. قال إنسان مات يغسل ويكفن ويحمل على الأكتاف والأعناق إلى المقابر كيف يدعى؟ الزول لا يا جماعة مات جردوا ثيابه ما قادر يتحرك ولا أصبعه ما بحركه وغسلوه يدعكوا في الجبهة وغسلوه تمام الميت ده مش بيغسلوه مات. ويجيبوا الكفن ثلاثة قطع إن كان رجل ثلاثة يخطون ويلفوه ويطيبوه ويربطوه ثلاثة ربطات ويخطوه في العنقريب في البرش والعنقريب. الزول ده بعد يخطوه بيمشي القبر برا ولا بشيلوه أربع أنفار يشيلوه أربع لأنه ما بيتحرك. انت فكر شوف بعقلك بالراحة أربع أنفار شايلينه يودوا المغابر يحفروا المطمورة ودى لحد ويدخلوا جوه ويجيبوا الطوب يرصوه والطين. جماعة صلي ما بتسمعهم في المغابر صلي الطين. وفي ناس برا بينظروا كان في محل فيها نفس ما بخلوك يقول لك في محل هنا بيجاه ديو ديو ما تخلي له نفس والله تاني كان حييت شفت تقعد جوه بس. ويردموك رديم شديد بعد شوية تراب فوق لك بعد دفنوا في التراب بعد شوية يجيبوا لهم طوب يدقوا ساس يبنوا له أوضة. يا ناس الزول مات بيبنوا له. حمزة رضي الله عنه مش صحابي ولي أي الصحابة مش أولي أي الصحابة في قبورهم في بنيان ما في. الصحابة قالوا حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر. ده ما كلامنا. أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه حرام تبني فوق القبر. وفي صحيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه مر بقبر فيه فسطاط أخضر. المقابر عادية بس لقى قبر فيه فسطاط أخضر مش بنيان بس فسطاط أخضر. قال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ده من العشر المبشرين بالجنة. وفي صحيح مسلم الرسول صلى وراه صلى الله عليه وسلم هو صلى إمام والنبي صلى وراه صلى الله عليه وسلم. بعد ده قال لهم هذا قبر عبد الرحمن قالوا لك دي. قال انزحه يا غلام أقلع الشيء الأخضر. قال لي خلي قبر عادي انزحه يا غلام فإنه لا يظل العبد إلا عمله. دي عقيدة الصحابة. أقول له ابن له بعد شوية يجيبوا باب يخطوه في القبة بعد شوية ترباس بعد شوية طبلة بعد ده يعتروا في آخر الدنيا الشالوا الأربعة دي ذاته يمشوا هناك آخر الدنيا يعتروا يقولوا يا فلان ألحقنا. الحق كيف انت ماشي انت وديته المقابر؟ والزول لو بيتحرك بعد يموت مش كان يخلوه في العنقريب يقول له الشيخ هاي ان شاء الله بنمشي قدامك المقابر تعال نصلي عليك صلاة الجنازة مش كان مفروض كذي؟ ليه يشيلوه القبر وتاني يجوا ينادوا من دون الله تعالى؟ والنساوين مرة انا جاي من الهلالية قبل سبعة ولا عشر سنة 2007 2008 جاي من الهلالية ماشي رفاعة بلدنا ابو بغادي بعدين العربية دارت تنقلب في المشروع محل بقولها دارت تنقلب في مرة عجوزة قالت يا المكاشفي انا ما ادري اجيب اسمها لكن دي ما جات كذي بعد تتحملوها يا المكاشفي البيجاي الشاب جنبي قال يا الميرين. قلت لهم يا جماعة كذين هذا واحد ماذا يجر القدام اللساتك القدام وذاك الورا تقلبوها زيادة انتوا كذين هذا واحد من الاثنين ذيل. المرة هاجت طوالي قالت لي انتوا الى اخره انصار سنة
أنا ما أنصار سنة ولا تابع لأي جماعة، ما تشوف علامة الجودة دي ولا تكفيرين، بس أبقى مستقيم. قاتيت أنصار السنة بتكره الفقراء، قلت لا يا حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي أنصار السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل منه، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وده زول فارق الدنيا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزول الفارق الدنيا، قال انقطع عمله. الناس دي بتصدق الكلام ده ولا ما بتصدقه؟ الرسول قال لك عمل انقطع، تاني لو مشيت له بتكون خالفت الحديث ده. إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وصدقة سواه الميت قبل ما يموت، أو علم ينتفع به علم الناس والعلم انتشر، أو ولد صالح. شنو يدعو له الولد؟ هو بيدعو للميت، مش الميت بيدعو له، شنو للولد. فما بجوز لراجل ولا لمرأة يمشوا يطوفوا في قبة، لأن والله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، الكعبة بس. ولا بجوز يشيلوا تراب يتمسحوا به ويأكلوه، يقول لك البركة. والله أنا أتعجب فيهم، المرأة الطفل بتاعها يأكل في الطين، تقول يا ولد كاكا الطين كاكا. بعد شوية الولد يكبر يلقى أمه في القبة تأكل في الطين. يا حاجة دي ما كاكا برضو؟ ما دي نفس الشغلة والكيف؟ الموضوع ده ما خطير؟ وكلها عقائد، وإلى الله المشتكى، مصائب ثقيلة جدا. عشان كده تكون مؤمن عقيدتك في الله قوية، نافع الله، بيملك الضر الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. المرأة الدلال ولد 9 شهور الله حافظه جوا، ما حصل أبوش قال لك موز دخلوا لجوا، برا والله حافظه جوا سبحانه وتعالى. بعد 9 شهور يمرق برا، الجماعة يجيبوا لك أمون يلبسوه. يا خالة الحاصل شنو؟ والله يقول لك من العين. وتلقى الشافع مريل، وده بده عين زي ولا بدي عين ده؟ وتلقاه مريل ويقول لك من العين. يا ناس اللي بيحفظ من العين منه ليه يلبسوا الكمون؟ والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الخواجات ديل بيعرفوا كمون كفار عديل. بعد ده الواحد تلقى خواج عمره 90 سنة ما حصل الدعين ذاته، ده الحافظ منه الله سبحانه وتعالى. ليه الأشياء دي؟ لذلك الزول العقيدة في الله تمام، ده والله ما بخاف إلا من الله، وما بعظم إلا الله سبحانه وتعالى. والشدائد تجي ينادي الله، عربي دارة تنقلب يا الله، بس لأنه ليه أنا دارة تنقلب العربية يا فلان ومتة؟ دي حسن خاتمة؟ والله دي ما حسن خاتمة. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. لكن الزول في آخر حياته منا والموت يتوجه لله، دي ما حسن خاتمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالناس تتوجه إلى الله، تحلف في الله براو. كثير من نسائنا وكثير من رجالنا يقول لك: وحات الزاد ده، وحات جناي، وحات البيني وبينك، ويقول لك: وحات أبوي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول لك: وضعناك الله والرسول صلى الله عليه وسلم، رسول ده سيدنا كلنا صلى الله عليه وسلم، وأفضل زول، وبيفتحوا للجنة أول زول، وأفضل مخلوق صلى الله عليه وسلم. لكن ما بتقول وضعناك الله والرسول. وضعناك دي يعني نحن خليناك في حفظ، والبيحفظ الله سبحانه وتعالى. رسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تقول وضعناك الله بس، العفو لله بس، ما لله والرسول، لأنه العفو عبادة من العبادات، الحلف بالله، توكل على الله، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يعتقدوا في أي شيء، سفنجة انقلبت ما يخافوا منها، عدلوها وانتهى. بس زول بنى عمارة بيت جديد ما إلا يطبح له، ما إلا يطبح ابنه الساس
اذبحوا. واحد في كافوري لقيته كان جارنا في منطقة هناك، بعد ذاك لقيته شايل له، قال ست العمارة مرة جابت له عيش حب، العيش اللي جاب له بعدين قالت له العيش ده شتت وتحت للجن، قلت له جن ولا سواسي وبياكل عيش الجن؟ انت الجن بتشتت له عيش جوا والجن بيسكنوا بس في عمارتك دي؟ الخواجات دي بعمارات والكفار وغير المسلمين، ليه ما تقربوا للجن؟ فالجن ده بعضهم يعني. فلذلك انت لا تذبح لعمارة عربية يا اخي، اشتروها جديدة ولك الا نكرم ليها. انت لو ذبحت شكرا لله كويس، لكن ما تعتقد انه لو ما ذبحت الا تنقلب. هو الصناعة ذاته ما بيذبح، الصناعة ذاته ما قاعد يذبح ولا قاعد يعمل حوادث. انت تذبح له ويشيل الدم ولصقه في القزاز، تلقى اليد في القزاز تلقاه عقائد كلها. فالواجب على الناس يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ويلجوا إليه وحده ولا شريك له، بهذا يكون الإيمان الصحيح الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. والكلام يطول، لعل الإخوة بعد العشاء أوسه إن شاء الله يواصل في الكلام، والناس تصبر يا جماعة وتحتسب، فده خير الناس دار تذكر به إخوانه. ونحن في أنا في ختام كلمتي أشكر لأهل هذه المنطقة جميعا وللحضور رجالا ونساء كبارا وصغارا، وأشكر للذين قاموا بهذا الأمر وهم الأسرة الكريمة الأسرة الكبيرة كما يعني يتسمون بها، شيخ الأمين محجوب وعمنا محمد وغيره من الإخوان والآباء الموجودين، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.